التطورات الميدانية آخذة بالتصعيد بشكل كبير جدا في ظل استمرار عمليات القصف الجوي والمدفعي الذي تنفذه الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تحديدا في المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية من مدينة خان يونس، حيث نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ ساعات الفجر وحتى هذه اللحظة سلسلة من الغارات العنيفة التي ضربت المناطق الغربية والشرقية لمدينة حمد، بالإضافة إلى منطقة القرارة والتي كانت طوال ساعات الليلة الماضية تشهد انفجارات عنيفة وضخمة من قبل القوات الإسرائيلية التي كانت تنسف مربعات سكنية، بالإضافة إلى منطقة السطر الغربي. هذا الشريط الحدودي الشمالي الشرقي والغربي بدءا من منطقة القرارة وصولا إلى بلوك 89 على منطقة غربي منطقة حمد شهدت الليلة وفجر اليوم أعنف الغارات والتفجيرات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. آخر ضحايا هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على هذه المنطقة كان أحد الشهداء الذين استشهدوا برصاص الآليات الإسرائيلية التي تقوم بإطلاق نيران رشاشاتها باتجاه منطقة الصداع، حيث نقل أحد الشبان الفلسطينيين إلى مجمع ناصر الطبي شهيدا بعد إصابته بعيار ناري من قبل الدبابات الإسرائيلية بالرأس. وأيضا وصل 4 من الشهداء من المنطقة الفاصلة ما بين مدينتي رفح وخان يونس، تحديدا محيط شمال مدينة رفح البركسات ومنطقة الحشاشين. هذه المنطقة الزراعية على ما يبدو كان هناك عدد من العمال والمزارعين الفلسطينيين الذين يعملون في جمع الخضروات من الدفئات الزراعية في تلك المنطقة، عندما تعرضوا إلى عمليات قصف من قبل المسيرات الإسرائيلية مما أدى إلى استشهاد 4 من المزارعين، تم نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي بالإضافة إلى عدد من الإصابات التي نقلت إلى مجمع ناصر الطبي وإلى المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر، بفعل استمرار عمليات إطلاق النار في المناطق الغربية من مدينة رفح تل السلطان ومنطقة المواصي. هذه التطورات التصعيدية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي جاءت أيضا متزامنة مع إلقاء منشورات صباح هذا اليوم وقبل أقل من ساعة من الآن على المناطق الشمالية الغربية والشرقية لمدينة خان يونس، تطالب فيها للمرة الثالثة على التوالي سكان بلوك 89 والتي يوجد بها آلاف المواطنين النازحين في خيامهم في المنطقة الواقعة إلى الغرب من مدينة إسكان حمد، تطالب هؤلاء المواطنين بضرورة إخلاء المنطقة نظرا لأنها مناطق عمليات خطيرة ومناطق قتال. وبالتالي العمليات العسكرية الإسرائيلية، وعلى الرغم لتراجع الآليات الإسرائيلية إلى منطقة الشمال الشرقي من مدينة حمد وتمركزها في هذه النقطة، إلا أن الدبابات المتمركزة في منطقة المطاحن والشمال الشرقي من مدينة حمد تقوم بعمليات إطلاق قذائفها باتجاه المناطق الغربية والجنوبية الغربية، بالإضافة إلى قيام المسيرات والطائرات الحربية باستهداف المناطق الشرقية لمدينة حمد، تحديدا السطر الغربي وشارع البداو منطقة الزنة والقرارة والطريق الواصلة ما بين السطر الغربي والشرقي. كل هذه المناطق تتعرض إلى عمليات قصف عنيف. هذا الإخلاء الطلب الجديد للمرة الثالثة هذا يفسر حديث الجيش الإسرائيلي يوم أمس عن توسيع العمليات العسكرية، خاصة بعد العثور على 6 من جثث الأسرى الإسرائيليين، والتي قال الجيش الإسرائيلي أنه سيبحث في المزيد في المنطقة عن جثامين أسرى محتملين أو مفترضين في هذه المنطقة. وربما هذا الأمر يفسر حجم الانفجارات الكبيرة والقصف العنيف الذي شهدته المنطقة الشرقية والغربية من مدينة حمد. نحن ننتظر ماذا ستسفر عنه الساعات القادمة في ضوء التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العملية العسكرية وأيضا طلبات الإخلاء عبر المنشورات التي أطلقتها أو ألقتها
الطائرات الحربية الإسرائيلية. هذا فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية. هذا التصعيد الكبير ألقى بظلاله وتداعياته الكارثية على الأوضاع الإنسانية والمعيشية، خاصة مع استمرار إغلاق المعابر وتكدس النازحين في المناطق الغربية لمدينة خان يونس، وبالكاد الناس تجد موطئ قدم تسير فيه في ظل عمليات النزوح الجديدة والمتواصلة حتى هذه اللحظة.